بالقانون. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في بالقانون. يرافقنا اليوم المحامي لدى تعقيب ميتخ أنيس الزين. ميتخ مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبا مستمعي إذاعة. شكرا لك ميتخ. نحكيه على موضوع الدكتواليتي، واليوم ظهر لي الناس الكل واللي ترد بالها برشا وقت اللي تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي، وقت اللي فما سب وشتم برشا ناس تنبه انه ما لازمش تذكر اسم الشخص اللي انت يعني تحكي عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ساعات دون ذكر الاسم فما تلميحات واضحة. اسكو هوني معناتها فما ان كادر جوريديك اللي واضح وينظم الشيء هذا وبتدخ يعاقب على الشيء هذا؟ هو تعرفوا أنه معناه المشرع التونسي تو يسعى أنه هو يخلط على التطور المضطرد نتاع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لأنه العمليات التي تقوم والجرائم التي تقوم على الإنترنت أصبحت كثيرة ولا يمكن استيعابها بنصوص قديمة، وديما يلزم المشرع يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية ومتابعة هذه الجرائم. جرائم الإلكترونية وخاصة السلب التي تحكي عليها والشتم أو نسبة أشياء غير صحيحة لشخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا يعاقب عليها القانون ومجال الاتصالات كذلك، وفي عقوبات جزائية سجنية تصل إلى السجن. لكن طبعا المشرع قاعد يقدم في تسهيلات حتى يمكن التوصل إلى الجاني، وكذلك تسهيل عملية إثبات الجريمة على الجاني، وبالتالي تفعيل العقاب المناسب له. وبالتالي حسب أول ما كانت مجلة الاتصالات تعرفوا أنه لا يمكن إحالة ولا فتح بحث إلا بعد مراجعة وزير الاتصالات توا وتعداوها المرحلة هذه، ولا يمكن من المعاينة تقوم مجرد معاينة يقوم بها بحث البداية حتى دون الرجوع إلى عدل التنفيذ للمعاينة، لأنه عدل التنفيذ في الحقيقة صحيح برشا ناس يكشوا يقول لك مش نعم معاينة طريقة للتنفيذ، لكن عدل التنفيذ هو باختصاصه أنه يعاين الأشياء الحقيقية الواضحة الثابتة، مش الصور وغيره ولا الرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية. وبالتالي فإنه بحث البداية هو المختص الأول طبعا، وبعده كذلك النيابة العمومية وكذلك قاضي التحقيق، ولأي شخص تعرض إلى اعتداء أن يقوم بهذا يقوم بالتشكي للنيابة العمومية التي تفتح بحث وتمكن بحث البداية من الاطلاع على هذه الرسالية. إذا كان يقصد أقول مثلا شخص يشتغل في معمل معين ولا تلميذ يشتغل في مدرسة معينة ويقوم يتحدث على مدير المدرسة، مش بالضرورة يذكر باسم ظاهر أصلا الوضعية أو الواقع اللي هنا. بحث في البداية بجميع الوسائل، وكذلك الشاكي يقوم بجميع الوسائل الشهود وكذلك أي حاجة أخرى بإمكانها إيصال إلى الحقيقة لتتبع الجاني ولتسليط العقاب الرادع له. واضح ميتخ، دونك اليوم ما يلزمش الاستسهال بالموضوع هذا، واليوم حتى كان ما تذكرش الاسم غير كلو فات انك تلمح كما قلت انت معناتها نجم تكون فما تتبعات. مشكور ميتخ على كل هالتفاصيل، المحامي لدى تعقيب ميتخ أنيس الزين اللي كان معنا اليوم في موضوعنا في بالقانون. بالقانون.